أهلا بكم في موجز الأخبار من قناة حلب اليوم. غارات جوية تركية استهدفت مواقع لقسد في منطقة القحطانية بريف مدينة القامشلي، منها حقل عودة النفطي والمصرف الزراعي ومحطة كريدم. مقتل مدني يعمل في رعي الأغنام وإصابة اثنين آخرين بجروح ونفوق عدد من الأغنام جراء هجوم لقوات الأسد بطائرات مسيرة استهدف أطراف الديل غربي حلب. صفحات موالية تنعي اللواء في قوات الأسد محمد حسان العلي المنحدر من منطقة العلا في ريف حلب، والذي كان يشغل منصب معاون وزير الداخلية سابقا. مقاتلو العشائر يهاجمون بالأسلحة الرشاشة وقذائف الار بي جي مواقع عسكرية تابعة لقسد في بلدتي الجرذي والطيانة بريف دير الزور الشرقي. هيئة الرياضة والشباب في الحكومة السورية المؤقتة تعلن تشكيل اتحاد كمال الأجسام والقوة البدنية في المناطق المحررة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة التركي، وذلك في مدينة عزاز شمالية حلب. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 485 جندياً وضابطاً منذ بداية الحرب، بينهم 158 قتلوا منذ بدء العملية البرية.